عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعاية هذا اليوم بعد زيارة لجمهورية مصر العربية، التقى خلالها بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، كما شارك جلالة الملك المعظم في قمة ثلاثية مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وفخامة الرئيس المصري في مدينة شرم الشيخ. جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الوثيق والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. وكان في مقدمة مستقبلي صاحب الجلالة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال.